2016 سنه 2016 في الماده 2 شروط مزاوله اعمال الوكاله التجاريه، الفقره الاولى قالت ان يكون شخصا طبيعيا او مجموعه اشخاص طبيعيين من حامليه جنسيه، او ان يكون شخصا اعتباريا على الا تقل حصه الشريك الكويتي في راس ماله عن 51%. هذا النص وفقا للنظره الاولى قد يكون سليم، لكن لما نجي نتعامل معه مع الواقع العملي احنا ندخل في صدام، والفقه قد ينقسم في تفسير هذا النص لسبب. انا شخص كويتي شاركت شخص اجنبي في انشاء شركه، او قبل لا اروح لك مثال، انا شخص كويتي عندي شركه املك راس مالها بالكامل، يجوز لي الحصول على الوكاله لاني انا كويتي. النص يقول ان يكون شخصا طبيعيا او مجموعه اشخاص من حامل الجنسيه الكويتيه، لكن المشكله والموجوده في الواقع العملي حاليا، ماذا لو شارك شخص كويتي شخص اجنبي في تاسيس شركه، هذه الشركه شاركت شركه قامت في المشاركه بتاسيس شركه اخرى وطالبت في الحصول على وكاله، هل احنا راح نعتبر ان هذا هذه الشركه شخص كويتي، ام راح نقول والله حصه الشريك الكويتي في الشركه الثانيه اقل من 51%؟ الفقه بامانه اختلف، ونحن نطالب المشرع في توضيح هذا النص. الاختلاف وين مناطق؟ إذا أنا شريك في الشركة الأولى بنسبة 51 كوني كويتي، والشركة هذه شريكة في شركة ثانية بنسبة 51%، أنا حصتي لما نقسمها على الشركتين أقل من 51%. وأحد آراء الفقه قال لا، هذه الشركة الثانية لا يجوز لها المطالبة بتسجيل وكالة لفقدان شرط ملكية نسبة 51%. بتصوري أن إذا كان هناك شريك كويتي متشارك في شركة، والشركة هذه قامت بتأسيس شركة، يجوز له للشركة الثانية التسجيل وفقا لظاهر النص. ظاهر النص قال على ألا تقل حصة الشريك الكويتي في رأس مالها عن 51%. من هو الشريك الكويتي؟ لما نرجع إلى قانون الشركات ونتناوله بالتحليل والنقد، نلقى أن الشريك أو الشركة، من هي الشركة؟ الشركة هي التي الشركة الكويتية هي التي تؤسس في الكويت وفقا لشروط قانون الشركات. إذا أنا راح أتعامل مع هذه الشركة الثانية باعتبارها شخصا اعتباريا كويتيا، وبالتالي يجوز. لكن طالما أن في خلاف فقهي، احنا يجب أن نرجع إلى مجلس الأمة الكويتي ونقول له وضح لنا هذه المسألة، إما وفقا للرأي المخالف أو وفقا لرأينا، حتى لا ننصدم مع الواقع، لأن هذه المسألة سوف تعرض على القضاء الكويتي في الأشهر القادمة. وأعتقد أن القضاء قد أنه يحتار ما بين التطبيقين، لأن كلاهما يعني وجهة النظر المخالفة قد تكون صحيحة ووجهة نظرنا قد تكون صحيحة، والترجيح بيد القضاء. ليش ننطر القضاء وهذه الأعمال التجارية يعني إحنا نتطلب فيها السرعة، لكن إذا راحت القضاء قد تقعد سنة سنتين ثلاثة في مسائل التطويل. فنرجع للمجلس، يا جماعة فسروا لنا هذا النص أو عدلوا لنا هذا النص بما يتوافق مع مقاصد التشريع التي من أجلها وضع هذا القانون. المسألة الثانية وردت في المادة 3 في شروط عقد الوكالة. من ضمن شروط عقد الوكالة أن يعني في 6 شروط لعقد الوكالة: 1 اسم الوكيل أو الموزع واسم الموكل وجنسيته، 2 السلع أو المنتجات أو الخدمات التي يشملها العقد، حقوق والتزامات كل من الموكل والوكيل، 4 منطقة عمل الوكيل أو الموزع، 5 وهي الأهم في هذه الجزئية مدة الوكالة وكيفية تجديدها. إحنا لما نتكلم عن مدة الوكالة أمر طبيعي، إن أنت عندك عقد أنت وكيل فيه عن موكل طبيعي أنه يكون في مدة، لكن لما تحط لي إياه شرط صريح في شروط قبول الوكالة أو شروط تسجيل عقد الوكالة لدى وزارة التجارة تقول لي مدة الوكالة، ما هو مصير الوكالات غير محددة المدة الحالية؟ طيب ما هو مصير الوكالات غير محددة المدة التي صدرت في القانون السابق؟ هذه إشكالية. يعني إحنا ممكن نتفهم كقانونيين أن في الوكالة غير محددة المدة التي صدرت في القانون السابق مستقرة لاكتسابها مركز قانونية في ظل قانون سابق، لكن ماذا لو أنا الحين أبي آخذ وكالة لشركة إكس وأردت أن أنا أتعامل فيها في الكويت، لكن الوكالة هذه غير محددة المدة، كيف نتعامل مع هذه؟ خاصة أنت لن تكون وكيلا معتمدا ما لم تسجل هذه الوكالة في وزارة التجارة. فإذا أنت رحت سجلت تبي تسجل هذه الوكالة يقول لك لا ما سجل، ليش؟ لأن وكالتك غير محددة المدة. هذا النص أعتقد أنه وإن كان قانون الوكالات قانون خاص،
إلا أنا باعتقاد المتواضع أنه يتعارض مع نص المادة 274 من قانون التجارة اللي قالت يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة. إذا قانون التجارة يعني من حيث الصياغة كان أكثر سلامة من قانون الوكالات، لأن الحين إحنا لما نتعامل في وزارة التجارة عندنا حالات كثيرة يقولون يا جماعة أنا عندي عقد غير محدد المدة، نبي نسجل، نقول له وقف، أنت وفقا للنص الحالي أنا ما أقدر أسجل لك إياه. طيب ما هو مصير الوكالات السابقة؟ الإخوان في وزارة التجارة ذهبوا إلى بعد من ذلك بالتفسير أن حتى الوكالة السابقة إذا طرأ عليها تعديل فتعامل معاملة وكالة جديدة وبالتالي يجب أن تكون محددة المدة، وهذا الأمر غير سليم. فبالتالي يعني هذه من ضمن المسائل التي يجب على المشرع إعادة النظر فيها. أنا بعد يعني قراءة، أنا ما أبي أطيل في هذا المجال، بعد قراءة تفصيلية في قانون الوكالات وصلنا إلى أبرز ما جاء في هذا القانون. المشرع وضع تنظيما عاما نشاط الوكالة التجارية، ألزم المشرع الوكيل أو الموزع بتوفير الصيانة والإصلاحات للمنتجات والسلع، منح صفة الضبطية القضائية للمراقبة على الوكلاء التجارية. إذا أنا أبي أوصل في نهاية هذه الكلمة المختصرة عن إلى نتائج، أهمها ضرورة إنشاء محاكم اقتصادية في ظل، لما نرجع في افتتاح هذه الكلمة، في ظل زخم المشروعات القوانين التي صدرت من سنة 60 إلى 2019، إحنا يجب أن تكون هناك مواكبة قضائية لمسايرة هذه القوانين من حيث جودة الأحكام وسرعة النطق فيها. يعني غير من غير المقبول أن أنا أرفع دعوة تجارية في 2016 أكسبها أو تحكم تفصل فيها المحكمة قضائيا في 2019. يعني إحنا الهدف من القوانين التجارية السرعة، حتى التقادم في المسائل التجارية يكون سريع أو قصير. فلما يكون التقادم قصير والقضاء يعني المسائل الإجراءات القضائية طويلة، هذا يتنافى لا ينسجم مع المقاصد التشريعية من وضع القانون، لأن المصالح التجارية هي عادة سريعة. لما نرجع إلى القوانين التجارية نلقى مثلا في الكمبيالة يومين إذا أنت ما قدمتها راحت عليك، صارت ورقة مدنية. فإحنا نقترح ونذهب إلى ما ذهب إليه السابقين في ضرورة إنشاء محكمة اقتصادية متخصصة في المسائل التجارية، سواء على الشق الجنائي المتعلق في صلب القوانين التجارية أو في المسائل الجنائية المتعلقة الواردة في قانون القوانين التجارية. الأمر الآخر، أنا أعتقد أن يجب أن تعدل الفقرة 1 من المادة 2 من قانون الوكالات التجارية، ويكون نصها أن يكون شخصا أو مجموعة أشخاص طبيعيين من حاملي الجنسية الكويتية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ودول الخليج العربية بشكل المعاملة بالمثل. وهذا الإضافة لمواطني دول مجلس التعاون ما هو إلا توظيف حقيقي للقانون رقم 5 لسنة 2003 بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي. الأمر الأهم، يجب أن ينشأ جهاز بالدولة لمراجعة القوانين التجارية ودراسة مدى تكاملها مع بعضها البعض. بمعنى أنا عندي مثلا قانون حماية المستهلك وعندي قانون الوكالات، قد يتداخل في بعض النصوص لحماية هذا المستهلك. فأنا شلون لما أجي أنا بصدر قانون أطالعه أو أقرأ أو أصدره بعيدا عن القوانين التجارية؟ يعني مثلا إذا بنتكلم عن الوكالة التجارية، الوكالة التجارية قد ينطبق عليها حماية المستهلك، قانون التجارة، قانون الشركات، التراخيص وقانون الوكالة التجارية. هذه القوانين يجب أن ينشأ لها جهاز، وهذا الأمر ليس حصرا على القوانين التجارية، قد يكون جهاز شامل بعيدا عن الفتوى والتشريع مع كل الاحترام والتقدير لهم. يجب أن ينظر ينشأ جهاز خاص لمراجعة القوانين. والله اليوم احنا نبي نطلع قانون التجارة الإلكترونية، هذا القانون يجب أن يتم مراجعته وفقا لقانون الشركات والقوانين التجارية الأخرى. وشكرا. خالص الشكر لك دكتور على ما تفضلت فيه. ابتدأت أول شيء في مسألة أن أنا درستك، يمكن كبرتني وايد، لكن في نفس الوقت في الحقيقة أنا أعتز أن قبل تقريبا قرابة 10 سنوات كان معنا الدكتور محمد في ذاك الوقت، لكن أنا ودي أستشهد في نقطة صغيرة، والإخواني وخواتي الموجودين في هذه القاعة من أساتذة، أن الدكتور محمد
عاش قصة جديرة في الـ في الـ يعني في الاهتمام في مسألة التحدي والكفاح. كان أحد موظفين اللي في إحدى الوزارات في الكويت وكان عنده حلم وطموح أنه يكون دكتور معنا في جامعة الكويت. كمل الدراسة خارج الكويت ورجع داخل الكويت وعانى وقاسى، لكن بالنهاية حقق هدفه. وفي الحقيقة احنا نعتز بأحد يعني أبرز الشخصيات صراحة اللي اليوم قاعد تثري المكتبة القانونية مثل الدكتور محمد المطيري. دكتور محمد ابتدأ كلمته في نبذة عن تاريخ التشريعات الكويتية، التعديلات اللي صارت في 79 و96، ومن ثم تكلم عن ضرورة وجود ثورة قانونية في موضوع الجانب الإلكتروني خاصة في مجال الوكالات التجارية، وكذلك القوانين الاقتصادية، وكذلك دخل مباشرة في أبرز الإشكاليات التي يعانيها قانون الوكالات التجارية، منها المادة الأولى مسألة الشخص الكويتي وغيرها من ذلك. ومن ثم نقد هذا القانون ببعض النقاط الأساسية، وتكلم عن بعض الإشكاليات العملية اللي هو واجهها خاصة في وزارة التجارة من حيث الجانب العملي، عن مصير الوكالات غير محددة المدة، ومن ثم تطرق لبعض النماذج العملية في لحل إشكاليات تسجيل الوكالات التجارية، وختم ذلك ببعض النتائج أبرزها ضرورة إنشاء محاكم اقتصادية ومواكبة قضائية ننشد فيها جودة صدور الأحكام، هو أمر مفترض بالأساس، ومن ثم سرعة صدورها، لأن بالنهاية اليوم لو كانت هناك مطالبة بمبلغ 10 ملايين دينار واستمرت في المحكمة 10 سنوات، أولاً 10 ملايين دينار اليوم غير 10 ملايين بعد 5 سنوات من باب التضخم، الفرص التجارية، غير من هذه الأمور. فيعني بطء الأحكام هو أحد الآثار التي قد تضر الشركات بشكل مباشر على التغيير والتجديد. ومن ثم عرض بعض التعديلات اللي صادرة على المادة الأولى، ومن ثم وضع حل لإنشاء جهاز في الدولة، هذا الجهاز لدراسة التكامل بين القوانين التجارية المبعثرة في دولة الكويت، ودراسة أيضا التطورات التي تنشأ عليها، وكذلك دراسة الإشكاليات القانونية العملية التي تنتج منها. وأنا ممكن أضيف عليها نقطة إضافية، وهذه استقيتها من الدكتور فهد الإزميع، ودائما أنا أقولها، دكتور فهد الإزميع اليوم معنا، هو كتب بحث جميل في مسألة دراسة الجدوى الاقتصادية للقوانين، وهذه مسألة موجودة في العالم كله. اليوم لما يصدر قانون أو تصير هناك تعديلات قانونية على بعض القوانين، لازم ندرس حجم قيمتها الاقتصادية على الاقتصاد الكويتي. ما ودي أطيل عليكم، نبدأ مباشرة في ضيفنا الآخر، وهو مو ضيفنا، هو أحد أبرز المنظمين لهذا المؤتمر، وهو يعني عراب هذا المؤتمر، اللي هو الأستاذ القدير الأستاذ خليفة الياقوت. قبل 4 سنوات تقريبا، وعند لحظة وفاة الأستاذ القدير اللي أنا في الحقيقة يعني تشرفت واشتغلت معاه، اللي هو الأستاذ حامد الياقوت، كانت مجموعة الياقوت القانونية عبارة عن تقريبا قرابة 10 أشخاص فقط يعملون في هذه المجموعة. فاعتقدت في ذاك الوقت أن هذه المجموعة راح تنتهي. في ذاك الوقت كانت مجموعة الياقوت يعني متربعة على يعني مجال الشركات التجارية، لكن بالنهاية مكاتب المحاماة وأغلبكم قانونيين ومحامين تعلمون أنها قائمة على الأشخاص. لكن سبحان الله خرج الأستاذ خليفة الياقوت وقال أنا راح أتحدى هذا الواقع، وراح أحاول أن أكبر هذه المجموعة. فكلمته في ذاك الوقت، قلت اليوم أنت قاعد تعالج إشكاليات كبيرة، اللي هو هناك بعض القضايا ممكن شركات راح تطلع منك، لكن سبحان الله مع الإصرار والعمل والانفتاح وطرح المواضيع القانونية المختلفة وتوقيع الاتفاقيات الدولية، منها شركة لكسس نكسس ومنها الشركات العالمية والارتباط العالمي، اليوم أصبحت مجموعة الياقوت أحد أكبر المجاميع القانونية في دولة الكويت، على مجموعة من العاملين فيها تقريبا يقارب 40 عامل، عندهم مجموعة كبيرة من الشركات التجارية تفوق 75 شركة تجارية، قاعد يساهم ليس فقط في الجانب القانوني اللي هو الخاص في المحاكم، وإنما أيضا في إثراء الثقافة القانونية في دولة الكويت من خلال مثل هذه المؤتمرات، طرح المواضيع الجديدة، تطور الإبداع، كل هذه الأمور الشراكات الاجتماعية. أنا ودي ألخص لكم يعني سيرة بسيطة عن الأستاذ خليفة الياقوت اللي تربطني معه علاقة
وطيدا هو مدير شركة الياقوت والفوزان القانونية اللي تشرفت في هذه السنة بانضمام الأستاذ جراح الياقوت ومشاركته لهذه المجموعة الكبيرة. هو أحد أبرز مكاتب المحاماة في دولة الكويت، وقع شراكات عديدة منها شركة لكسس اللي هي أحد عملاق شركات البحث العلمي القانوني على مستوى العالم. شارك بالعديد من المؤتمرات وقدم العديد من الورش العلمية المتخصصة وكذلك من الأوراق العلمية. أحد أهم وأنشط المكاتب المحاماة اللي قاعد تتطور بشكل كبير في دولة الكويت. أنا في الحقيقة أوجه له شكر كبير على أول شيء تنظيمه لهذا المؤتمر، وجود أمثالكم في إثراء مثل هذا الأمور. أنا ما ودي أطيل عليكم، خلنا نترك له الكلمة. يتفضل. يعطيك العافية دكتور، تقديمك أطول من كلمتي. مشكور على هذا التقديم، يعني الأمانة أحرجتني وهذه مسؤولية كبيرة. يعني ذكرك للوالد الله يرحمه، يعني هو أهم مستشار قانوني، ودائما كل شخص يطمح أنه يكون مثل والده مثل أهله، قدوته في الحياة بشكل عام. فيعني مهما كانت المجموعة كبيرة، لكن التاريخ هو الأفضل وهو الأقوى. فالفضل هذا كله يرجع لي يعني بركة الوالد الله يرحمه وأيضا الأهل. ثانيا هو يعني الناس تبحث دائما عن يعني التطور التكنولوجي، واحنا كشباب حاولنا نطور مجموعة عن طريق التكنولوجيا وعن طريق يعني الفكر الجديد، ولا قصور ما شاء الله اليوم بيئة الأعمال أو بيئة المحاماة في دولة الكويت نشيطة جدا، يعني وهي يعني فيها أكبر كم من المحامين، يعني فيها تقريبا ما يقارب 5000 محامي، وفيها يمكن أكثر جيل شبابي يملك مكاتب محاماة. احنا نتكلم عن أكثر من 2000 مكتب محاماة في دولة الكويت، ولما نشوف المتخرجين في العشر سنوات الأخيرة شباب ما شاء الله نصهم يمكن يفتحوا مكاتب محاماة. هذا يدل على أن السوق موجود والثقة في الشباب موجودة، وندل كذلك بأن هناك شباب مخلصين يؤدون أعمالهم بصدق وأمانة، وهذا يخلينا احنا نجتهد أكثر للبحث عن هذه المنافسة الشريفة. وبالنسبة لي يعني كمنتدى قانون تجاري، أنا سعيد أن يكون معي محامين في يعني كخبراء قانونيين يشاركونا، وما أشوفها منافسة كثر ما أشوفها تطوير لهذا المجتمع القانوني. بالحقيقة احنا نحتاج مثل هذه يعني العقليات اللي تقبل بتشارك محامين وخبراء قانونيين لتطوير هذه العملية. أنا إن شاء الله ما راح أطول، بس كان مهم بالنسبة لي أن أتكلم عن ما أقدر أقول قانون حماية المنافسة، راح أتكلم عن أمور بسيطة جدا في قانون حماية المنافسة. قانون حماية المنافسة أقر في 2007، لكن يعني تم تأسيس الجهاز تشكيل جهاز حماية المنافسة في عام 2012، وتم تطبيق فعليا يعني هذا القانون والعمل عليه في عام 2012. وطبعا دكتور فهد الزميع ما شاء الله من الناس اللي يعني اكتبوا وصاغوا في التشريعات القانون الجديد، لكن يعني الكل يبحث في دولة الكويت عن تعزيز المنافسة والمنافسة الشريفة، ما في احد يبحث عن المنافسة الغير مشروعة ولا المنافسة الغير شريفة. جهاز حماية المنافسة دوره الرئيسي انه يحافظ على بيئة الاقتصادية بشكل صحيح، ويحافظ على المستثمرين، سواء كان هذا المستثمر فرد اعتباري اجنبي كويتي، لكن دوره هو يحافظ على هذه المنافسة الشريفة. لما نشوف هذا القانون، قانون مو طويل وايد، ممكن اي واحد يقراه بيوم واحد او يمكن خلال ساعة ساعتين. قانون واضح وبسيط جدا، لكن متى واجهتنا مشاكل؟ واجهتنا مشاكل كسمع اليوم في قضية كرج، قضية طلبات، قضية جيبلي، قضية الشركات هذه اللي بدأت تصدرها الصحف لنا اليوم، وتخلينا نشوف بأن احنا فعلا نواجه مشكلة، وأن بعض الشركات اللي يمتلكها مستثمرين أجانب أنهم يخالفون القوانين وأنهم يعملون على كسب غير مشروع. والحقيقة يعني لما نبحث مع هذا القانون بالذات، ما تقدر تناقشه فقط مع القانونيين، لازم تناقشه مع ناس مختصين اقتصاديا، ناس مختصين فنيا، ناس مختصين قانونيا، لان قانون صعب وقانون شامل. ولا زالت جميع الدول، نتكلم عن اوروبا، نتكلم عن امريكا، تعاني في كيفيه تطبيق هذا القانون
وكيفية محاسبة الشركات. سمعنا أن والله شركة جوجل تم تطبيق عليها غرامات تصل إلى مليار، سمعنا مايكروسوفت تم تغريمها إلى مبلغه، ونسمع عن شركات كبيرة جدا وما نعرف كيفية قيامهم بتطبيق هذه القوانين، لأن كل دولة تختلف قوانينها. لا هي مشابهة لكن لديهم، على سبيل المثال في الكويت لما نتكلم عن العقوبات يعاقب المشرع الشركة المخالفة بتطبيق عليهم غرامة تصل إلى 100,000 أو الكسب الغير مشروع، أيهما أكبر؟ يعني لما نتكلم ونقول أيهما أكبر، إحنا قاعد نجرم ونقول بأن جميع الكسب اللي قاعد تكسبه الشركة من خلال احتكارها لهذا المنتج أو هذا الاتجاه اللي تعمل فيه هو يعتبر عمل إجرامي وعمل غير مشروع، وأنا أبدي أحاسبها حسب النسبة أو حسب الاحتكار. لما نيجي نتكلم عن الاحتكار، الاحتكار معناته أني أنا أحتكر هذا المنتج، وهذا المنتج هو منتج غير موجود أصلاً، يعني لا يملك هذا المنتج إلا هذه الشركة لأنه محتكر من قبل الشركة واحدة، ولا يوجد بديل متوفر فيعتبر احتكار. ومن يحتكر يقدر يتحكم بالسوق، يتحكم بالأسعار، يتحكم في هذا المنتج. ما وجدنا، طبعا انا بتكلم بشكل خاص على اخر، خلني اتكلم عن القضايا المعروضه بالساحه على سبيل المثال طلبات او كرج، يوجد تطبيقات كثيره مشابهه لتقديم هذه الخدمات، بالتالي قام الجهاز بعمل مخالفات على كرج وطلبات وبعض الشركات اللي تعتبر بانها تمارس عمل غير مشروع. لما تيجي تبحث مسألة الغير مشروع، ما هو أصلاً الاحتكار في قانوننا إحنا في جهاز حماية المنافسة؟ يقول لك إذا أنت كنت مسيطر على 35% من السوق المعنية. لما نيجي نشوف المادة الرابعة وتبحث عن السوق المعنية تلقاها مجهلة أصلاً وهي عامة. وين المشكلة في هذا الموضوع؟ المشكلة اليوم أن أنا قاعد أجعل المستثمر الأجنبي تحت التهديد وتحت ضغط بأن هذا المستثمر الأجنبي ممكن يطبق عليه عقوبات عامة بأسباب ليست خاصة ومحددة. لما نيجي نقرأ القانون نقرأ بشكل عام ومجهل، خاصة المادة 4. ولما نيجي نشوف العقوبات، العقوبات حتى مو محددة بنسبة. لما تشوف أغلب الدول الخارجية الأوروبية والأمريكية كلها محددة في 3%، 2%، 4% من الكسب على حسب. أما قانوننا لا، أيهما أكبر؟ لما هي يطبق الغرامات ولا المخالفات، ممكن هذه الغرامات أو المخالفات تصل إلى 5 أو 7 أو 10 مليون على حسب المدة وعلى حسب. إذا تعال خلينا نشوف شلون تم حسبة هذه الغرامات. الموضوع جدا صعب يعني، ويحتاج أن يكون هناك لجان فنية، وأيضا هذا الجهاز يملك لجان فنية، وفي بعض الأحيان للأسف اللجان الفنية تختلف مع اللجان القانونية داخل الجهاز نفسه، لكن يتم تطبيق النصوص القانونية ويغفل عن النظر أو الرأي اللجنة الاقتصادية الموجودة في الجهاز. ما نحتاج اليوم، أنا أعلم أن هناك تشريع جديد ما طلعت عليه الأمانة، لكن جهاز حماية المنافسة دوره هو تعزيز هذه المنافسة وليس محاربة المنافسة، تشجيع الاستثمار الأجنبي في دولة الكويت وليس تذهيب الاستثمار الأجنبي. نعم نحتاج إلى عقوبات رادعة، لكن هذه العقوبات هي غير منطقية وغير واقعية، وهي موضوعة في القانون يتم العمل عليها ويجب على الجميع أن يحترمها. لكن إحنا اليوم نبي نحاول أن نحافظ على بيئة الكويت كبيئة جاذبة للاستثمار مع رؤية صاحب السمو، والعمل على تطوير قوانين من ناحية العقوبات ومن ناحية السوق المعنية أو 35%، لأن الموضوع جدا حساس وصعب جدا شرح السوق المعنية وشرح موضوع الاحتكار. وليست الكويت الوحيدة التي تعاني من تطبيق هذا القانون، بل هناك عدة دول، وهذه الدول جميعها متطورة، وخاصة هذا القانون لأن كل يوم يعني هناك رخص جديدة وأعمال جديدة وسلع جديدة ومنتجات جديدة، فنحتاج أن يكون هذا الجهاز لتشريعات خاصة وبالإمكان تطويرها بشكل مستمر. ويعطيكم العافية. شكرا أستاذ خليفة أول شيء على التزامك بالوقت.
بدأت كلمتك في ضرورة تطوير المجتمعات القانونية وفكرة منافسة مكاتب المحاماة اليوم أصبحت يعني فكرة غير يعني جديرة في أن الواحد يدخل فيها بكثر ما أنها تكون أن هي ملتقيات يعني تشارك فيها عقول قانونية لتطوير البيئة الثقافية في دولة الكويت. بدأ في قانون حماية المنافسة وهو قانون سنة 10 ل 2006 و 2007 عفوا، وتم تطبيقه بشكل فعلي هو في 2012. وكذلك تكلم أن هذا القانون يحتاج إلى فهمه من خلال الاقتصاديين وقانونيين وكذلك فنيين مختصين. هو قانون واضح ولكن يجب وجود هذه المجموعة حتى أنه يفهم بالطريقة الصحيحة. تكلم عن نماذج قانونية في هذا الشأن، عن بعض العقوبات التي ممكن أن تصدر مثل شركة جوجل وغيرها من هذه الشركات. تكلم عن فكرة الاحتكار ودورها ومداها من الناحية القانونية. تكلم وانتقد القانون في فكرة العقوبات، فكرة أيهما أكبر في الجانب هل هي صحيحة ولا غير ذلك، وتطرق لنقطة أساسية ومهمة في النهاية وهي نقطة أن العقوبات لا تتناسب مع المخالفات من وجهة نظره، وأن هذه العقوبات يجب أن هي تعدل ويجب أن تكون واضحة ومحددة النسب وبشكل كامل حتى أن الشركات يعني تحسب حسبتها. نبدأ في الجلسة الثالثة وهي مع الأستاذ العزيز الدكتور الفاضل الدكتور فهد الزميع اللي راح يتكلم إن شاء الله عن قانون حماية المنافسة. لكن قبل ما أبدأ مع الدكتور فهد الزميع وهو زميل عزيز وهو أحد الشخصيات اللي أنا في الحقيقة استفدت منهم جدا بمزاولتهم وصحبتهم خلال الفترة الماضية من خلال مشاركتنا كمستشارين في وزارة التجارة وفي أكثر من وزارة، الدكتور فهد الزميع هو أحد الأساتذة الكويتيين اللي درس في العديد من الجامعات حول العالم، منها في بريطانيا ومنها في أمريكا كانت له محاضرات، وكذلك في دولة الكويت في أكثر من جامعة وترأس بعض هذه الجامعات. قدم العديد من الأبحاث، له فكر اقتصادي قانوني نادر في دولة الكويت، لذلك لو وجدت شخصية تجمع الجانب الاقتصادي بعمقه والجانب القانوني بعمقه في الجانب التجاري، أنا ما أعتقد أنه دكتور فهد الزميع إلا أن يكون خلال أول 10 شخصيات ممكن أن تذكر في دولة الكويت. دكتور فهد الزميع عنده فن صناعة القوانين، لذلك دائما لما يدخل معنا في اللجان وكتابة القوانين دائما يفكر مو في كيفية حل المشكلة بل كيفية الابتعاد عن الدخول بالمشكلة، وهذه مسألة مهمة جدا الدكتور فهد الزميع دائما يضعها. عنده مسألة مهمة جدا أنا استفدت منها شخصيا، أن الدكتور فهد الزميع دائما يطرح البدائل، والشخص اللي يطرح البدائل هو الشخص اللي عنده الجانب العملي الواسع وكذلك عنده الخبرة القانونية الواسعة. أنا ما ودي أتكلم كثيرا عن الدكتور فهد الزميع، لو تكلمت عنه يمكن أحتاج يمكن نص ساعة أو ساعة، لأن الدكتور فهد الزميع اليوم قدم العديد من الأفكار القانونية اللي اليوم راح تشوفونها خلال السنوات القادمة إن شاء الله، مع يعني إذا أقروها مجلس الأمة خلال الفترة القادمة، منها فكرة أفكار كثيرة ما ودي أطرح الأسماء منها الحين. راح يكون قانون ضخم جدا اللي هو قانون الإفلاس، وهو أحد القوانين إن شاء الله راح يكون لها يعني جانب اقتصادي كبير في دولة الكويت، وكذلك قوانين أخرى جديدة يمكن ما طرحت حتى في المنطقة العربية، منها قانون الشركات العائلية أو بعض التعديلات على قانون الشركات بحيث أنه يشمل الشركات العائلية. يعني أحد الشخصيات اللي في الحقيقة أنا تشرفت في مزاملتهم وكذلك تشرفت بالاستفادة من طرحهم العميق جدا في الجانب الاقتصادي القانوني. أترككم مع الدكتور فهد الزميع في موضوع حماية قانون حماية المنافسة. تفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. ودكتور أنس ترى دائما يجامل الله يجزاه خير ويعطي لنا أكثر من حقنا، فيعني جزاه الله خير على هالمجاملة هذه. أنا الحقيقة اليوم بين أساتذتي وبين زملائي وبحاول أتكلم بعموميات وبتطرق لمشروع الحكومة الجديد اللي أحيل لمجلس الأمة فيما يتعلق بالمنافسة، قانون المنافسة. طبعاً قبل لا أدخل بتفاصيل هذا القانون الجديد ومشروع القانون، لازم نعرف أن قوانين المنافسة لها خصائص مشتركة على مستوى العالم. ما في قضية أن قانون منافسة كويتي أو قانون منافسة لا خصوصية سعودية أو غيره من هذه. أهم قانون في أي عملية إصلاح اقتصادي هو قانون حماية المنافسة. أي دولة وخاصة الكويت لما نتكلم عن عملية الإصلاح الاقتصادي ونتكلم عن تمكين القطاع الخاص، لن يكتب النجاح لهذه العمليات الهيكلية في أي دولة ما لم يكن هناك
قانون حماية منافسة على مستوى عالي وجهاز حماية منافسة قادر على تطبيق هذا القانون، لأن لما ننتقل الدولة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق الحر، يجب أن يكون هناك قواعد عادلة للمنافسة. هذه القواعد العادلة للمنافسة المستفيد الأول منها هو المستهلك، ويمكن بعضكم يذكر بالكويت لما كان في بس MTC عشان تفتح خط تدفع كم 100 دينار عشان تاخذ كاشف رقم، يمكن الحين الجيل الجديد ما يعرف شنو حتى شنو كاشف رقم، بس هذه خدمة عشان تحصلها تعرف انه داق عليك 59 دينار. تغير الحال لما تم تأسيس شركات منافسة، والآن يعني بغض النظر عن الملاحظات اللي تقال عن قطاع الاتصالات، لكن هناك حد أدنى من المنافسة في هذا القطاع. المستفيد الأول هو المستهلك. المستفيد الثاني لأي منافسة عادلة هو اقتصاد الدولة نفسها، لأن أنت في أي اقتصاد قائم على أسس سليمة لازم كل شركة ما تنام الليل. شو ما تنام الليل؟ فكر وتحاتي شلون منافستها راح تاخذ حصتها من السوق. هذا المحاتات المستمرة هي اللي تؤدي إلى الابتكار. هذه المنافسة الشريفة هي التي تؤدي إلى تقديم حلول جديدة من الشركات. فقانون المنافسة بشكل عام قائم على هذه المصالح، نقول مصلحة اقتصادية عامة ومصلحة اقتصادية متعلقة بالمستهلك اللي يستفيد من انخفاض الأسعار، تحسين جودة الخدمة وغيرها من المسائل هذه. لما نتكلم عن قوانين المنافسة، أنا أعتبرها من أصعب القوانين على مستوى منظومة القوانين التجارية. بسبب بسيط، هذا النوع من القوانين قائم على مفاهيم اقتصادية. لن يستطيع أي شخص أن يمارس ويشتغل في مجال قوانين المنافسة ما لم يكن ملم بمفاهيم اقتصادية إلمام عميق. ما هو إلمام حتى سطحي، لأن القانون لو تقرونه الحين كل قوانين كل مفاهيم اقتصادية. أعطيكم بعض الأمثلة عليها. هيمنة على السوق، شنو معنى السوق؟ السوق المعنية شنو هي؟ السوق المعنية لها تعريف اقتصادي. لما نتكلم احنا اليوم مثلا في شركة لبيع السيارات متهمة انها تمارس اعمال مخالفة لقانون حماية المنافسة، اول شيء على كل جهاز منافسة ان يقوم فيه انه يقول احنا كم حصة الشركة هذه بالسوق كقاعدة عامة؟ هل لها وضع مهيمن اللي بالقانون الحالي نسميها حصة مسيطرة، ولا ما لها حصة مسيطرة؟ زين، عشان اعرف حصة مسيطرة لازم اعرف شنو هو السوق اللي قاعد تشتغل فيه الشركة هذه. وهذه المسألة دائما محل خلاف. شوفون القضايا في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الرائدة فيما يتعلق بقوانين المنافسة. عندهم قانون منافسة من 1890 بشيرمن آكت. فدائما هذه المسألة من يحسمها الاقتصاديين. لما نتكلم عن بيع السيارات، هل نتكلم عن سوق السيارات الجديدة بس، ولا سيارات جديدة ومستعملة؟ هل نتكلم عن السيارات بكافة أنواعها، الشاحنة والسيارة السبورت والجيب، أو نتكلم عن نوعية معينة؟ دائما الأجهزة تسعى إلى تضييق مفهوم السوق عشان تزيد حصتك المسيطرة. أي أقول حق شركة تويوتا مثلا، أنتوا حصتكم بالسوق 50%، لأن أنتوا بس تبيعون جيبات مثلا، والسوق المعني هو سوق الجيبات بس. محامي تويوتا بالمحكمة إيش بيقول؟ لا مو صحيح، حصتي أنا 5%، لأن سوق السيارات يشمل الشاحنات وسيارات جديدة والمستعملة وغيرها. وهذه الخلافات مستمرة وستستمر، لكن هي طبيعة هذه القوانين. أرجع خطوة للوراء وتكلم عن هدفين رئيسيين لأي قانون منافس اللي على أساسه يتم تقييم القانون، وإذا ما كان هذا القانون قانون جيد أو قانون يحتاج إلى تعديل أو تطوير. أول هدف هو محاربة الممارسات الضارة بالمنافسة. شنو نقصد بالممارسات الضارة بالمنافسة؟ قسمت إلى قسمين، بالفقه وبالقوانين المقابلة. في قوانين أو عفوا في ممارسات تعتبر ممنوعة ومجرمة لذاتها، نسميها per se violation. شنو يعني per se violation؟ معناته هذا الأمر مجرد القيام فيه فأنت ارتكبت العمل المحظور. نرجع مرة ثانية شوية بالقانون التقليدي، أقرب ما يكون لها جرائم الخطر. جريمة الخطر عندنا بالجنائي جرائم ضرر وجرائم خطر. جرائم الخطر تقوم بمجرد قيامك بالواقعة، يعني أنت تحمل سلاح من غير ترخيص ارتكبت جريمة، ما استخدمته، ما أديت أحد، ما سويت شيء، يقول لك لا هذه جريمة بمجرد حملك لهذا السلاح من غير ترخيص.
طبعا في جراء مضاربه ما راح ندخل فيها. مثال في قوانين المنافسه على الممارسات التي تعتبر مجرمه بذاتها اتفاقيات تثبيت الاسعار، ودائما تكون اتفاقيات تثبيت الاسعار بين الممارسه الافقيه، بين شركات تعمل بشكل متنافس، يعني شركه زين، فيفا، الوطنيه مثلا يتفقون سعر الدقيقه 20 فلس. هذا البرايس فيكسنج اللي نسميه اتفاقيه اسعار، هذا مخالف بغض النظر شنو نتائج هذا الاتفاق، زين للاقتصاد مو زين للاقتصاد، بغض النظر، وهذه جزئيه مهمه، عن حجم الشركه في السوق المعنيه. يعني لو البقاله مالت قطعه واحد اتفق مع البقاله مالت قطعه اثنين على انه يثبتون اسعارهم، وقعوا بالمحظور، مع ان كل واحد فيهم يمكن دخله بشهر 500 دينار. اني على النوع الاخر من الممارسات الضاره بالمنافسه اللي هي تكون عاده بالعلاقات الراسيه، اللي هي مثلا شركه تصنيع سيارات تتعامل مع شركه تبيع اطارات، فهذه علاقه راسيه. هذا النوع من الاتفاقات ما نعتبره مجرم لذاته، يسمونه الرول اوف ريزن، مثل جرائم الضرر. تعال يا محكمه اثبت لي بالمحكمه يا جهاز المنافسه ان هناك ضرر على الاقتصاد وقع، لان هذا النوع من الاتفاقات يكون له منافع ويكون له مضار. اذا منافع نهايه المطاف اكبر واعلى من مضاره فيعتبر عمل مشروع، على الرغم ان هناك مضار له. ويمكن قضيه العقود الحصريه احد الامثله على هذا النوع من الممارسات، يعني ليس كل عقد حصري مجرم لذاته، يجب ان ندرس شنو اثاره الاقتصاديه وغيرها من المسائل هذه كلها. هذا من الجانب الاول فيما يتعلق بالهدف الخاص بقوانين المنافسه. الهدف الثاني متعلق بما يسمى بالتركز الاقتصادي. شنو التركز الاقتصادي؟ يعني جهاز المنافسه باي دوله بالعالم شغلته الاولى يتتبع الممارسات اللي تو تكلمنا عنها، شغلته الثانيه انه يتاكد انه ما في عمليات تركز اقتصادي ضاره بالاقتصاد. شنو يعني هالكلام؟ نقول انه في حالات الاندماج على سبيل المثال والاستحواذ. قبل لا شركه تستحوذ على شركه وتندمج مع شركه اخرى تروح لجهاز المنافسه. تقول له انا بندمج مع الشركه الفلانيه، مثال عندنا بالكويت حالي بيت التمويل مثلا مع الاهلي المتحد. ليش يروح لجهاز المنافسه؟ لان في تركز عمليه من عمليات التركز الاقتصادي. اجهزه المنافسه تدرس هذه العمليات من ناحيه اقتصاديه، هل هذا الاندماج مفيد للحاله الصحيه للمنافسه بالسوق ولا مضر؟ اذا ما يضر راح اوافق، اذا يضر راح امنع. مثل بامريكا تي موبل و سبرنت ماني غلطان كانوا بيندمجون، قالت الاجهزه المعنيه بامريكا قالت لهم لا، اندماجكم راح يكون له اثار سلبيه على الاقتصاد. هذه مقدمه عامه وانا اسف على الاطاله، راح اتكلم الحين على صراع بالنسبه لي بشكل سريع على قضيه مشروع القانون الحكومي الجديد وشو يفرق عن القانون الحالي. اول مساله تميز المشروع الجديد على المشروع الحالي نطاق التطبيق. القانون الحالي يستثني الشركات المملوكه للحكومه مع انها تمارس عمل تجاري. فالشركه مثلا خطوط جويه الكويتيه الان لا تخضع لقانون المنافسه، شركه النقل العام ما تخضع لقانون المنافسه. القانون الجديد قال لك لا، مملوك للحكومه مش مملوك للحكومه، انت تحت مظله قانون حمايه المنافسه لانك تقوم بعمل تجاري بغض النظر من يملك. فهذا اول خلينا نقول جزئيه تم تعديلها بالقانون الحالي. المساله الثانيه هي القانون الحالي ما يميز بين الممارسات اللي قلت لكم البرسي فايليشن اللي هي محظوره لذاتها والممارسات اللي لها اثار اقتصاديه سلبيه، دمج كل الممارسات وما ميز بينها، القانون الجديد لا يميز. الماده 5 تقول لك هذه الممارسات مثل اتفاق الاسعار، تقسيم الاسواق، انت لك العاصمه انا اللي حولي، هذه ممارسات بحد ذاتها مجرمه بغض دون الحاجه لاثبات اي اثر سلبي للاقتصاد نتيجه هذه الممارسات، القانون الجديد ميز بين هالمساله، الاتفاقات الافقيه اللي مثل ما قلنا تعتبر مجرمه لذاتها، بالإضافة إلى المادة 6 و7 من مشروع القانون الجديد اللي تتناول قضية العلاقة الرأسية اللي هي لازم ندرس الاتفاق ونحدد إذا هو يضر بالاقتصاد أو لا. الأمر الثالث اللي اختلف القانون الجديد عن مشروع القانون عن القانون الحالي، القانون الحالي عرف لك الحصة المسيطرة، قال لك الحصة المسيطرة 35%. هذا الأمر يعني اجتهاد كان في وقته متأكد أنا كان يعني في محله، لكن التجربة العملية وتجارب القوانين المقارنة أثبتت أن أخطر شيء أنك تحدد نسبة.
لان انا ممكن املك 10% من حصه السوق بس انا شنو مهيمن على السوق، وممكن املك 40% بس ماني مهيمن. كل سوق لا خصائصه ولا اليته وطبيعته الخاصه، لذلك كل قوانين المنافسه المقارنه تمتنع عن تحديد نسبه مئويه. القانون الجديد نفس الشيء، بالنسبه احنا طبعا ما استخدمنا الحصه المسيطره، سميناها الوضع المهيمن اللي هو الدوميننس بوزيشن. هذا الوضع المهيمن راح تطلع من جهاز منافسة معايير وضوابط تحدد ما هو الوضع المهيمن من عدمه بغض النظر عن النسبة. مرة ثانية، يمكن عندك 5% بس أنت مهيمن على السوق، يمكن عندك 40% بس أنت مو مهيمن على السوق. الأمر الأخير اللي حقيقة كان ودنا أن ندخله، لكن يعني صار في آراء معينة عند الإخوان بالأجهزة الحكومية، اللي هي جهاز المنافسة يفترض أن يكون عنده القدرة على فرض ما يعرف بالغرامات المدنية، وأنا أدري هالمصطلح شوية يعتبر أجنبي على القانونيين. يعني شنو غرامة مدنية؟ غرامة جنائية، ما عمرنا سمعنا غرامة مدنية. لكن أقرب مثال لما يعرف الغرامة المدنية عندنا الكويت الحين بنك المركزي. بنك المركزي يشرف على البنوك، شاف في مخالفات قال لهم السنة هذه عليكم مخالفة قدرها 100 دينار ولا 200 دينار ولا 300 دينار، ما فيها ما هي غرامه جنائيه تخضع للمحاكم الجنائيه وغيرها. كان ودنا واضفنا، لكن صار في تعديلات في اللحظه الاخيره، ونامل من مجلس الامه ان يستدرك هذا الامر، ان جهاز المنافسه يستطيع فرض هذا النوع من الغرامات المدنيه، لان طبيعه المخالفات مثل البنك المركزي مع البنوك، يبي مخالفه يبي رجع فوري على طول، هاك 200 دينار تشوفون انه غلط روح اطعن في القرار من ناحيه اداريه، هذا امر اخر. فباختصار شديد القانون الجديد حاول ان القانون بسيط، يعني 36 ماده تقريبا، يعني 37 ماده، ما هو قانون مفصل او طويل، لكن اهم ما جاء فيه مثل ما قلت لكم اعطاء مرونه لجهاز المنافسه، تطبيق صحيح لمفاهيم المنافسه الجديده، واختم بتحدي راح يواجهه قانون المنافسه الجديد ومثل القوانين الجديده. هذا النوع من القوانين يتطلب خبرات عمليه ما هي موجوده في الكويت، مو لان احنا ما نفهم ولا مزينين، جديد علينا، ما محاكمنا ما تعرف شنو طبيعه المخالفات، المحامين ما يعرفون طبيعه المخالفات، الاساتذه ايضا لو بتروح الحين المكتبه العربيه بتشوف الكتاب يتكلم عن قوانين المنافسه، قال لك كتاب ونص، يعني على قولتهم يتكلم بشكل عام، لكن مفاهيم جديده مثل ما صار مع قانون هيئه اسواق المال اول ما صار 2010، شيء جديد محتاج، فراح يصير في ليرنينج كيرف، راح يصير في مرحله انتقاليه، نعتقد انه يعني يفترض ان ما نقصوا على الاجهزه خلال فتره انتقاليه، ولا نعتقد ان بمجرد صدور هذا النوع من القوانين ستكون هذه الاجهزه بمثابه الاجهزه اللي موجوده صار لها 100 سنه و120 سنه تعمل في الدول الاخرى. هذه لمحه سريعه، انا عارف انها هي يمكن 10 دقائق 15 دقيقه، فانا اعتذر على الاطاله وشاكر لكم حسن الاستماع. خلاص، شكر لك دكتور على هذه الكلمه وهذا التفصيل الرائع والجميل، وكذلك الافكار العمليه اللي طرحتها في مسألة قانون حماية المنافسة. استهل دكتور كلمته في أن قانون حماية المنافسة هو أحد أبرز نماذج الإصلاح الاقتصادي في أي دولة من الدول، ولا يكون هناك إصلاح إلا بوجود قوانين حماية المنافسة. المنافسة هي بالنهاية هي صانعة الابتكار في أي مجال من المجالات. المنافسة تحسن الجودة، وفي نفس الوقت تعزز مسألة الخدمة الرائعة اللي تكون بين الشركات. طبعاً يعد أهم أصعب القوانين من حيث المفاهيم الاقتصادية، يحتاج إلمام عميق، يحتاج يعني طرح ناس متخصصين من الجانب العملي، طرح بعض الأمثلة العملية مثل مصطلحات هيمنة السوق وغيرها من ذلك. تكلم أن هناك أهداف أساسية منها اللي هو التركز الاقتصادي، وكذلك اتفاقية تثبيت الأسعار، وكلها كنماذج أساسية من ذلك، والممارسات الضارة للمنافسة. تكلم عن بعض الجوانب الجديدة في تعديلات قانون حماية المنافسة الجديد اللي راح يطرح في مجلس الأمة، اللي هو استثناء الشركات الحكومية، لن تستثنى الشركات الحكومية، وكذلك لن يكون هناك حصة مسيطرة، وكذلك موضوع القرامات المدنية والتطبيق الصحيح لبعض الأساليب الموجودة. طبعاً تكلم عن تحدي أساسي وكبير ممكن قد نواجهه في دولة الكويت، وهو نقص وجود الخبرات العملية اللي داخلة في هذا المجال، خاصة أن بعض الدول سابقتنا طبعاً بشكل كبير في هذا الجانب، لأنه هو جانب جديد مو فقط على مستوى الكويت وإنما على مستوى الوطن العربي بشكل كبير. الآن أترككم مع النقاشات والأسئلة،
أخواننا وأخواتي مثل هذه النقاط، إيه هي النقاط اللي ممكن حنحدث لنا في هذا النقاش؟ أتمنى أن تكتب الأسئلة، وأن أي واحد عنده سؤال يرفع إيده يعرف باسمه ويقول لمن يوجه هذا السؤال. راح نأخذ أكثر من سؤال ومن ثم راح أوجههم لضيوفي في هذه الجلسة. تفضل. أتمنى اللي يسأل يوقف حتى أن نشوفه. السلام عليكم، يعطيكم العافية. أخوكم المحامي عبد الله البكر، وتشرف فيكم دكتور، يعطيكم ألف عافية. أنا يعني الشهادة فيكم مجروحة جميعا، وبالأخص دكتور أنس ودكتور رباح ودكتور أستاذنا خليفة، نفتخر فيه من الشباب اللي يعني يرفعون الراية قدام شباب المحامين الموجودين، ونتمنى الكل ياخذ الحذو معه. والدكتور فهد اللي علمنا شغلة واحدة، الإبداع دائما يكون متواجد قبل وجود أي مشكلة. اليوم عندي شغلة في الكامب اللي قلتوا أنا بتكلم فيها عني شخصيا، اللي هي الشكوى المقدمة ضد كرج وطلبات. عاد أنا اللي أنا قدمتها لجهاز حماية المنافسة عن موكل موجود عندي، لكن كنت أنا أكبر المتضررين من تقديم الشكوى. أنا تمنيت في يوم من الأيام إني أنا أسحب الشكوى من هذا الجهاز، بغض النظر عن كان المسؤولين في حزتها وكان التطور اللي موجود بالواقع العملي واللي قاعد يصير والبطء اللي كان موجود في الجهاز نفسه. اليوم تكلم عن نقطة إن هذا الجهاز، جهاز حماية المنافسة، كان مفروض فيه يعمل دراسة متكاملة لهذا السوق في جميع أنواع الأسواق اللي موجودة، في جميع أنواع التجارة اللي موجودة، حماية الاقتصاد، حماية التجار. اليوم التجار اللي كانوا موجودين، وأنا قاعد أتكلم بالذات عن الشكوى اللي مقدمة ضد شركة طلبات كرج، وهي أخذت منحة ثاني وإعلاميا أخذت شكل ثاني غير عن الشكوى المقدمة فعليا، وصار فيها بهرجة إعلامية أكبر من المطلوب. لكن اللي فوجئنا فيه إنه كان الجهاز بغير القدر من الكفاءة، وأنا أقدر أقول هالكلمة وأنا آسف على الكلمة هذه، غير القدر من الكفاءة. شكوى قدمت شهر 10/2017، تم الفصل فيها في شهر 8/2019، دراسة قامت على ظهر موكل موجود عندي وغيره من المتضررين. أنا لو راجع للقضاء العادي فيها كان أوفر لي وأسرع لي، كنت أخذت حكم سريع فيها. فاليوم إحنا يعني نشد على إيد الدكتور فهد وعلى إيد الشباب الموجودين في جهاز مالك المنافسة، ونقول وجودكم كخبرات قانونية، وإن كان وجود خبرات فنية واقتصادية، وإن كان لي رأي متطرف فيها، أن هذا الجهاز لازم يعدم ويبدأ من جديد، يعمل دراساته ويخلصها، وبعد ذلك ينشر قانون حماية للتاجر الكويتي بالأول والمستثمر الأجنبي اللي راح يكون موجود. وهذا يعني كلمة من محامي، يعني حس في الضرر وحس في الخطورة اللي كانت موجودة على هذا الموكل الموجود عندي وغيره. وشاكر لكم على معلوماتكم. شكرا، ما قصرت. شكرا. تفضل. أحمد سالم، مستشار قانوني بمجموعة الياقوت والفوزة. هي نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم في الملتقى السابق، تكلمنا مع الدكتور فهد في جزئية حماية وتعديل قانون الإفلاس ووضع ضوابط لحماية الدائنين، والقانون ما زال حديث الأضرار. والواضح من الملتقى الحالي أن الدكتور محمد والأستاذ خليفة والدكتور فهد تكلموا في إشكالية، اللي هو تناقض القانون أو تعارض القانون الجديد، خاصة في قانون الوكلاء، هل هو عرفه وكالة بالعمولة أو وكالة عقوق، وتعارضه مع قانون التجارة. أستاذ خليفة بيتكلم في ان تعريف القانون في حماية في السوق في الحماية المنافسة الحالي هو قانون، هو مطاط، تعريف مطاط. وكما تفضل أستاذنا ان تطبيق في جهاز حماية المستهلك تم تعريفه بوضع يتنافى معنا مع قواعد ثابتة احنا تعلمناها كقانونيين لمدة طويلة، ان العقد شريعة المتعاقدين. الدكتور فهد النهاردة بيتكلم على ان في قانون جديد لحماية المنافسة، وهو دليل واضح على ان القانون السابق قاصر. ولكن احنا كقانونيين وحقيقه من هذا المنبر احنا بنحملكم المسؤولين القائمين على تطبيق القانون، اساءوا لوضع القانون وللمشرع، سواء في طريقه تطبيق القانون او في فهمه في تطبيق القانون. قد تصل المساله في تطبيق القانون الى مساله شخصيه وتعسف العاملين في الحقل القضائي او في تطبيق القانون مع العاملين في الحقل القضائي كمحامين، وتترك المساله للقضاء، والكل يعاني من المساله، هل يخضع من تفسير شخصي من قاضي لقاضي، من فقيه لفقيه، من رأي الآخر. نحن اللي بنطالب به النهاردة، أنتم بصفاتكم قريبين من المشرع أو من واضعين القانون في دولة الكويت، ومن الراغبين في فتح مجال قانوني وقضائي وحماية المستثمرين، وضع حلول وضوابط. وهل القانون الجديد لحماية المنافسة وضع تعريفا معينا للسوق، أو وضع تعريفا معينة وضوابط لتطبيق القانون؟ وهل هناك عمل مجالات أو ورش عمل للقائمين على تطبيق القانون للتعريف بالقانون؟ نعم. وهل سيصدر قانون حماية المنافسة؟ القانون، مواد القانون تنطبق مع اللائحة التنفيذية للقانون من عدم،
لأن في المسألة الأخيرة هناك تناقض واضح بين مجموعة القوانين اللي صدرت في الآونة الأخيرة، منها قانون العمل، قانون الهيئة العامة للمعاقين، قانون حماية المنافسة، قانون نهاية أسواق المال، التعارض بين نصوص القانون وبين اللائحة التنفيذية. شكرك شكرا شكرا مستشار أحمد. دكتور ياسين. شكرا جزيلا جميل عزيز الدكتور أنس. طبعا في بداية بشكر السادة المتحدثين ومدخلات قيمة جدا وأنا استفدت منها كثيرا وسمحت لي بالاطلاع على القانون الكويتي وما به من النصوص، لكني أختلف مع زميلي الدكتور محمد فيما يتعلق بشروط الترخيص. شروط الترخيص التي وردت في قانون الوكالات الكويتي كما تفضلتم هي شروط لبدء النشاط واستمرار. إذا الشرط الوارد الخاص بحصة الشريك الكويتي في الشركة لما لها من شخصية معنوية مستقلة هو شرط ترخيص وشرط استمرار للنشاط. فإذا أتى أي عارض قلل به هذه الحصة عن النص القانوني يعد ذلك مناطق أو يعد ذلك سببا يخول الجهة الإدارية المختصة إلغاء الترخيص وليس سحبه. الأمر الثاني فيما يتعلق ويثري على فكرة هذا الحكم أيضا على البند الرابع في المادة الثانية من قانون الوكالات الكويتي فيما يتعلق حتى بشرط الغرض. إذا اتخذت الجمعية العمومية غير عادية قرارا بتغيير غرض الشركة في غير الغرض المرخص له بنشاط الوكالة. الأمر الثاني للزميل العزيز الدكتور فهد، ويعني أنا دايما بسعد إن أنا ألتقي معه وأسمعه، لكن صراحة اطلعت اليوم على قانون المنافسة الكويتي وجدت فيه نص في المادة الثالثة وفي التعريف. نص المادة الثالثة دكتور فهد يعني أعلم مني بذلك يسير على نهج التشريع الأمريكي، يعني تشيرمان أكت يعني أو فكرة القوانين ذات الذراع الطويلة، يخاطب به أشخاص خارج الكويت. يعني إذا تم ارتكاب أفعال في نظر القانون الكويتي مخالفة للقانون وهذه الأفعال تضر بالمنافسة داخل الكويت، هؤلاء الأشخاص ليسوا كيانات داخل الكويت، هيسر عليهم القانون. النهج ده وجد في الولايات المتحدة الأمريكية ما فيهوش جدال، لكن قانون الدولة الخاص وأنا كنت بتحدث مع زميلي الدكتور عبد السلام طور في ما يطلق عليها النكسس، مش معايير إسناد زي ما احنا نعرفها في دولنا العربية، لكن طور ما يطلق عليها المينيمم كونتاكت تيست. النص الكويتي لا جدال إذا رأيت إن بعض الكيانات سوف تكون خارج الكويت تؤثر على المنافسة في الكويت، ده أمر التشريع يصبو إليه ما فيش جدال، لكن هل طور القضاء الكويتي ما يطلق عليه المينيمم كونتاكت تيست او الحد الادنى للاتصال؟ ممتاز. واخيرا للدكتور انس واسف على الاطاله، مساله المحاكم الاقتصاديه ويمكن ده جدل كبير جدا من ساعه تاسيس المحاكم في مصر الاقتصاديه 2008 والسؤال الذي ما زال مطروحا هل نحن في حاجه الى قاضي متخصص ام قضاء متخصص؟ وشكرا جزيلا. شكرا شكرا دكتور ياسين. اذا نترك مجال للرد على سيد الدكتور فهد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بس بعض الملاحظات العامة، أعتقد ولا واحد فينا هني قاعد يمثل جهة رسمية، فيعني هذه بس للتوضيح وللتأكيد. يعني في انتقادات أخونا أستاذ البكر على جهاز المنافسة وغيره، فإحنا ما نقدر نتكلم نيابة عنهم ولا إحنا مفوضين نتكلم نيابة عن أي جهة رسمية في البلد. لكن أيضا يمكن أنا ختمت المداخلة إن يا جماعة لازم نكون شوية يعني أقل قسوة بالنسبة للأجهزة الجديدة. يعني النوايا الصادقة موجودة، أكيد في ملاحظات، ما في اثنين يختلفون، لكن لا ننسى أن هذه الأجهزة تواجه تحديين: تحدي طبيعة القانون الجديد اللي مفروض عليها تطبيقه، مفاهيم ما هي موجودة، اثنين تحدي أنها قاعدة تعمل بمنظومة إدارية في الكويت يعني بطيئة صعبة وغيرها. فبس يعني مثل ما يقولون نكون أقل قسوة للأجهزة المتخصصة، ولا هذا يعني تعفيهم المسؤولية، بس أنا حبيت أأكد أن مسألة الجهاز المنافسة أو غيره من الأجهزة أنا متأكد زملائي بعد غير معنيين ولا نقدر نتكلم نيابة عنهم. الأسئلة يمكن ساعات المستشار قال المرة الماضية جهاز عندكم قانون الفلاس والمرة هذه منافسة، أنا أقدر أطمنكم وأبشركم أن القانونين الآن لدى اللجنة المالية مجلس الأمة، فتم الانتهاء منهم، تم انتهاء من مراجعته من قبل فريق كامل. يعني احنا ما يعني على قولتهم عود الحزمة، الزملاء الأفاضل اللي على هالمنصة وغيرهم أيضا عملوا عمل كبير وجبار لانتهاء من هذه القوانين، فكلها الآن لدى المشرع، والمشرع طبيعي له دورته الخاصة للانتهاء من هذه القوانين ذات الطابع الفني.
النقطة الأخيرة يمكن اللي تفضل فيها الدكتور مسألة، وهي نقطة محلها، أن القانون الحالي والقانون الجديد اللي يسمى الإكسترا تريتوريال جوريستيكشن، اللي هي أن القانون يمتد تطبيقه لممارسات خارج الحدود الجغرافية للكويت. طبعاً في شرط لها أن هذه الممارسات لها أثر مباشر للاقتصاد الكويتي، وطبعاً المينيمم كونتاكت تيست وغيرها مثل ما أنت عارف دكتور هي جاءت نتيجة أحكام محاكم وغيرها من فقه المحاكم. فأنا متأكد إذا ما رأينا مثل هذا النوع من القضايا أن قضاءنا بالنهاية راح يضع مثل هذه الضوابط اللي موجودة بالدول الأخرى، لكن أيضاً نتيجة طبيعة عمل المنافسة. بسم الله الرحمن الرحيم مرة ثانية. دكتورنا الفاضل ياسين الشاذلي، أنا ما قلت إذا قلت حصة الشريك أبداً في كلمتي، أنا قلت إذا أسس شركة مواطن كويتي وملك في هذه الشركة 51%، هذه الشركة قامت بالمشاركة في تأسيس شركة أخرى، فهي ضمنياً تكون قلت حصة الشريك وفقاً للرأي الآخر مو رأيي أنا. أنا رأيي أن هذا الكيان يعتبر شخص كويتي، وبالتالي هذه الشركة الكويتية سوف تكون شريك في الشركة الثانية بنسبة 51%، وبالتالي تستحق الوكالة. الأمر الآخر، نحن نحتاج قضاء متخصص أم قضاة متخصصين؟ نحتاج الاثنين يعني. وشكراً على هذه الأسئلة. في الحقيقة الوقت يداهمنا بشكل كبير. في ختام هذه الجلسة لا يسعني، يمكن أستاذة لينا عندها سؤال أخير، المعذرة أستاذة لينا إذا عندك سؤال. حتى لو بالنهاية أشكر وجودكم على المنصة دكتور أنس، ويمكن كمان شاهدتي مجروحة فيكم، ولا حقول أني أنا تلميذة وهذا، بس زميلة وزميلة أستاذ خليفة والدكتور فهد ويشرفنا فيكم. سؤالي، طالما هناك فعلا نحن we are looking for extra jurisdiction territory opening such يعني الفورم، طيب إحنا اليوم عم نطلع إلى قانون الوكالات. سؤالي يا دكتور محمد، إنه طالما عم نطلع لقانون الوكالات الجديد، وطالما إن في تطور في التجارة، now in Kuwait proudly we have منتجات local products and local enterprises and they are going into franchises. Where is the franchise law؟ وهذا كان شيء كنت أتمنى أني أسمع من خلال قانون الوكالات الجديدة. يس، في تشريع قائم وفي طور التشريع، هذا واحد. اثنين، عفوا على السريع، في ظل قانون حماية المنافسة وحماية أيضا التجار سواء كان المحليين أو الخارجيين وفي إطار الإقليمي، أين نرى تطبيق الفات التاكسز ضريبة القيمة المضافة؟ وهل هي فعلا ستكون مساهمة لحماية خلينا نقول التجار والمستهلك؟ فهناك الربط بين جميع هذه القوانين. شكرا أستاذ لينا. نبدأ من احنا عندنا أولويات من ضمنها الفرنشايز، يعني من ضمن أولويات الوزارة. شكرا يا سالينا. اعتقد يمكن البي اي تي مساله مختلفه فيما يتعلق بالسياسات الضريبيه للدول، وما ارى على الاقل على حد علمي المحدود ان في لها تقاطع مباشر راح يكون مع المنافسه. طبعا ممكن منافسه قضيه ان بيئه العمل واستقطابها، يعني دوله ما فيها بي اي تي مؤكد انه يمكن قد تكون اكثر اغراء من دوله فيها، او العكس صحيح يعني، لكن ما ارى ان فيها علاقه مباشره مع المنافسه. شكرا. في الختام نشكركم في الحقيقة على وجودكم في هذه الجلسة، وكذلك على إسهاماتكم وأفكاركم ونقاشكم وطرحكم لجميع الآراء. الجلسات ممتدة حتى في وقت الغداء، راح يكون هناك نقاشات مع ضيوفنا.